السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل بداية مشاهدة هذا الفيديو أدعوكم بالدعاء لأبي بالرحمة والمغفرة والثواب في هذه الأيام المباركة. في هذا الفيديو إن شاء الله سأشرح لكم كيفية إعادة طلب بطاقة فيزا بايزيرا، وهذا بعد التحديث. نروح للتطبيق بايزيرا، نضيف البطاقة، ندير طلب بطاقة فيزا بايزيرا، نحدد اللون أي برتقالي أو أزرق، نحدد نحذف المدينة. لازم نحتاج إلى عنوان أوروبي، فرنسا أوروبي، أي عنوان من العناوين المدن المقترحة أو الدول. المدينة العنوان الأوروبي، المدينة نيس. العنوان الأوروبي، رقم ذاك، الرمز، اسم الرمز البريد. التالي أزرق فاتح، العنوان نديرو أعادي اسم الحيس السيري لمدة 4 سنوات، رسوم الإصدار 15 أورو، رسوم التوصيل 16، الرسوم الشهرية 0.5. الشروط والأحكام إن شاء الله تكون تمت بنجاح طلب البطاقة. طلب البطاقة، تم طلب البطاقة في تاريخها تفعيل البطاقة، تم طلب بطاقتك ويرجى ويجري إنتاجها الآن. موعد التسليم المتوقع هو أغسطس، اسمه في اليوم 25 أغسطس. عرض البطاقة، اسمها لازم ندخل الكود دي يجي خلف البطاقة. شكرا لكم على حسن الإصغاء.